موجز الأخبار، أهلا بكم في قناة A1 TV. وصل إلى كابول اليوم رئيس المكتب السياسي في حركة طالبان الملا عبد الغني برادر لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان. وأضاف المسؤول أن نموذج طالبان الجديد للحكم في أفغانستان قد لا يكون ديمقراطيا بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع. قال مسؤول في حلف شمال الأطلسي إنه تم إجلاء نحو 12 ألف أجنبي وأفغاني يعملون لدى السفارات وجماعات الإغاثة الدولية من أفغانستان منذ دخول مقاتلي طالبان العاصمة كابول. كما تبرأت طالبان من مسؤوليتها عن الاضطرابات في المطار الذي حاصره آلاف الساعين للفرار، قائلة إنه كان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء. وذكر مسؤولون بحلف شمال الأطلسي وطالبان أن ما لا يقل عن 12 شخصاً لقوا حتفهم في المطار والمنطقة المحيطة به منذ يوم الأحد، في الوقت الذي حثت فيه طالبان أولئك الذين ليس لديهم وثائق سفر على العودة إلى ديارهم. حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة اليونيسف من حدوث نقص حاد في المياه خلال الأيام المقبلة في لبنان، مما سيفاقم من الأزمات الحادة التي تعاني منها البلاد، حيث أصبحت المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمراكز الصحية محرومة من المياه الصالحة للشرب بسبب نقص الكهرباء، مما يعرض الأرواح للخطر. اعتبر وزير الصحة الدكتور فراس الهواري إن الوضع الوبائي في الأردن ما زال مستقراً رغم ما نشهده من تذبذب في عدد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا ما بين ارتفاع وانخفاض، موضحاً أن الإقبال على المطاعيم حد من أثار دخول المملكة بموجة ثالثة. وعزى الدكتور الهواري هذا الاستقرار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في التعامل مع الجائحة بالتزامن مع الفتح المتدرج للقطاعات وعودة المغتربين واستقبال بعض المجموعات السياحية، مؤكدا أن تكثيف حملات التطعيم كان له الأثر الأكبر في التخفيف من انتشار الفيروس وحد من آثار دخول المملكة في موجة ثالثة من الجائحة. ضبطت وزارة المياه والري في محافظة البلقاء بالتعاون مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام اعتداءات على الخط الرئيسي الناقل المزود لمناطق الشونة الجنوبية، ولا سيما المناطق الجديدة والمحاذية لجسر الملك حسين، وذلك من خلال حملاتها المستمرة. وأكدت الوزارة أن حملاتها مستمرة لتشمل معظم مناطق المملكة، موضحة أن الاعتداءات تشكل أحد أهم التحديات التي يواجهها قطاع المياه. شكرا لحسن متابعتكم، في أمان الله.